أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.